منتخب الشباب يستهل مشواره في كأس الأمم الأفريقية بتعادل مع موزمبيق، بداية كنا نتمناها أفضل. النهاردة منتخب مصر تعادل مع موزمبيق، أضعف منتخبات المجموعة على الورق. صحيح سيطرنا على الكرة تماما، بس بتصويبة واحدة على المرمى في 90 دقيقة كان ممكن الأداء يبقى أفضل، بس هنعتبرها حمى المباريات الافتتاحية وهنستنى الأفضل في اللي جاي. بس اللي جاي في المنتخب النيجيري وكمان السنغالي، يعني محتاجين تركيز الجهاز الفني وطبعا اللاعبين وربنا كده.